بظل انتشار فيروس كورونا، نحن بسوريا مثلنا مثل كل العالم عم نعيش ظروف حظر التجوال والحجر المنزلي والحذر والحرص والوقاية لحتى نحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا وتجاه مجتمعنا. بس في مشكلة كبيرة كتير عم تعاني منها كتير من الدول ومنها سوريا، وهي العقوبات الجائرة الإجرامية أحاديت الجانب من قبل أمريكا والغرب، ويلي عم تأثر على معيشة الناس وعلى حياتهم، وعم تأثر على المجال الصحي بكل جوانبه الطبية والإنسانية. منشان هيك لازم نوحد كلمتنا ونوحد صوتنا ونقول ارفعوا العقوبات عن شعوب العالم، ارفعوا العقوبات عن سوريا، لحتى نقدر نواجه فيروس كورونا، ولحتى نقدر قدر الإمكان نحمي أرواح الناس. يا ناس، إذا كان بقي عندكن بقية من شعور إنساني ارفعوا العقوبات، حاجة بكفي.